السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالتي أوجهها إلى القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. رسالتي إلى أحبائي الأعزاء المخلصين الشرفاء في القوات المسلحة، في البر، في البحر، في الجو، حذاري وإياكم أن توجهوا الأسلحة إلى صدور المسلمين والمسلمات المعتصمين في الميادين دفاعا عن الشرعية. المفروض أن أنتوا تكونوا معاهم، أبوك وأمك، أخوك وأختك، قريبك في الميدان بيدافعوا عن الشرعية، فإن ما كنتش معاهم ما تبقاش ضدهم، لأن أنت أخويا وابن عمي وابن خالي، أنت الله، وأنتوا نازلين من المريخ، أنتوا معانا، انتم اصلا مدنيين بس بتلبسوا ملابس عسكرية لكن عايشين معانا، فازاي توجهوا اسلحتكم ضدنا؟ انتم المفروض تكونوا معانا، يعني المفروض انتم اللي تقبضوا على هذا الخاين المجرم المسمى السيسي، وانتم شايفينه بلطجي بلطجي، واحد طلع يزيح رئيس جمهورية اللي كان واقف قدامه وبيحلف اليمين الدستورية انه يحافظ على الدستور والقانون ويحميه. طيب هو خائن دلوقتي، انتوا مع مين؟ انتوا مع الخونة ولا مع الناس، مع الإرادة الشعبية؟ يعني والله العظيم المفروض ان الشرطة العسكرية وان قادة القوات المسلحة يؤمروا بالقبض على الخائن السيسي ويحكموه بتهمة الخيانة العظمى، خيانة عظمى. انا اقول انتم مع الإرادة الشعبية، المفروض ان انتم مكانكم الطبيعي على الجبهة بتدافعوا عننا، جزاكم الله خيرا، بننام امنون على حسكم وانتم سهرانين تدافعوا على العدو، العدو الصهيوني اللي محتل ربنا على وعلى الحدود. المفروض ان انتوا ما تنزلوش في الشوارع كده، ولا ان كنتوا تكونوا في البلد، انتوا تكونوا هناك مكانكم الطبيعي، هناك مكانكم الطبيعي هناك، انما هذا المجرم عايز يخش الرئاسه وعايز، مش مكفيه اللي بياخده على قلبه، حسبنا الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه، هذا الخائن المجرم، وفي كل من ساعده على هذه الخيانه وفي كل من ايده وناصره حسبنا الله. اوعم يا اخواني في القوات المسلحة، انا خدمت معاكم 3 سنين، كنت ضابط احتياط واعلم ان فيكم رجولة، اوعى واحد يقف معاه، ما تقوليش لا دي الاوامر، اوعى اوعى كلمة الاوامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث في البخاري ومسلم، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن ما حدش هينفعك في الآخرة، أنت هتنزل بملابسك العسكرية والرتب، هتعرض قدام الله في الآخرة للحساب بالرتب بتاعتك، هتقول لربنا أصل فلان قال لي وفلان أمرني، يبقى روح هاته قدام الله في الآخرة، أنت مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، سورة الصافات. والعلماء بيقولوا، ده تفسير القرطبي بيقول، معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرنا بطاعة ذوي أمرنا. بيقول معلوما أن الذين أمر الله بطاعتهم من ذوي أمرنا هم الأئمة، ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، في تفسير القرطبي. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول، لا طاعة في معصية الله، والله ما حد حينفع لو وجهتم الأسلحة في صدور اخوانكم وابائكم وامهاتكم وقرايبكم. وفي كتاب اضواء البيان في شرح القرآن بالقرآن بيقول، واعلم انه اجمع جميع المسلمين على انه لا طاعة لامام ولا غيره في معصية الله تعالى. ليه تضرب الناس بالنار؟ هو السلاح اللي انت جايبه ده مش من الناس دي؟ مش من الضرائب بتاعت الناس اللي بتدفعها؟ تقوم تتوجه الى صدورهم. واخيرا اقول لكم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود، من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، فان جاء يا قوتنا المسلحة، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا رقبة الاخر، لانه معتدي، لانه مجرم، لانه بلطجي، لانه خاين، خاين. والله تبارك وتعالى يقول، واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين، سورة الانفال. وفي سورة يوسف بتقول، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين.
المسلمين، فلا تكونوا مع الخائنين، كونوا مع الشرعية، كونوا مع الشرعية عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم في صحتكم وفي رزقكم وفي أولادكم وفي زوجاتكم وفي بيوتكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.